بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم في الرسم الهندسي عن المساقط الايزومتريك القطاعات. هو ده الرسم الهندسي، شايفين المنظر الجميل اللي قدامكم ده؟ الايزومتريك، الايزومتريك بنحوله لمساقط. قلنا ان المسقط الامامي بنسميه فرونت، المسقط اللي من فوق بنسميه التوب، وان المسقط الجانبي بنسميه السايد فيو. هنبدأ نمشي كده، هنشوف بقى شوية أشكال ونبدأ نتعرف على الرسم الهندسي. هو ده اللي احنا هنبدأ ناخده في الرسم الهندسي. هيحصل ايه في الرسم الهندسي؟ ان انا هجيب لحضرتك ايزومتريك واقول لحضرتك ارسم لي الاليفيشن وارسم لي السايد فيو وارسم لي البلان او التوب، وحضرتك هتبدأ تستنتج المساقط. يعني المساقط دي مش هتكون موجودة عندك، المساقط دي حضرتك اللي هتجيبها. يبقى انا في اول محاضرة هقول لحضرتك ايه، خد الكتلة دي حولها لي لثلاث مساقط. في المحاضرات اللي بعد كده بعد ما مرنك على اشكال كتير هقول لك دي المساقط، هات لي انت الكتله الماس الايزومتريك. يبقى هخفي الايزومتريك واقول لك اظهره ارسمه، تمام؟ طيب وبعد كده هقول لك لا، ده انا هديك قطاعين بس من دولت، مسقطين بس، ادي مسقط امامي مثلا ومسقط جانبي الاثنين دول، وهقول لك انت هات المسقط الثالث وهات الايزومتريك بس كده. لا، بعد كده هروح مصعب الموضوع عليك اكتر وهقول لك اقطع الايزومتريك ده، اقطع الكتله دي وارمي نصها وقول لي بقى انت شايف ايه بعد ما انت قطعتها. هو ده الرسم الهندسي، وهو ده اللي احنا هنبدا نتعرف عليه طول الكورس بتاعنا ده. والله المستعان ممكن نعمل مثلا يعني 1000 رسم، الله المستعان، ده اللي انا ناويه يعني. واي حد عنده اي رسمه صعبه يبعتها لي، وعندكم رقم الواتس تبعتوها لي على الواتس، وباذن الله هرسمها لكم واشرحها لكم ونبقى مع بعض باذن الله. طيب تعالى كده تاني اهو، يبقى انا هجيب لك الكتله الماس واقول لك ارسم لي الاليفيشن وارسم لي البلان وارسم لي السايد فيو وابدا اشتغل. تعالى كده نحلل الكلام. فين الاليفيشن ده؟ الاليفيشن اهو، الاليفيشن اه، صدق نفس شكل الساعه دي، نفس الفتحه اللي موجوده تحت دي، في فتحه هنا من ورا انا مش شايفها من قدام، برسمها داش عشان انا مش شايفها، تمام. طب ومن فوق؟ لو انا رسمتها من فوق في اربع مربعات، ادي مربع اثنين ثلاثة اربعة، ادي الاربع مربعات دول صح، والحتة اللي تحت دي دول المربعين دول بس هي ليه الحتة دي جاية متقدمة كده شوية؟ اصلها نازلة بميل، شايف كده؟ لما اجي اخد اسقاط الخط النقطة اللي فوق دي اسقطها هلاقيها جابت الخط ده. لما اسقط النقطة دي، تعالوا كده مثلا نلعب، يعني لو انا جبت النقطة دي هلاقي ان النقطة دي بتنسقط تحت فوق النقطة دي بالظبط، تمام. طيب هات النقطة دي، هتلاحظ النقطة دي فين؟ على الخط ده. هات النقطة دي، طب النقطة دي انا مش شايفها من فوق، هرسمها من هنا داش. طيب انا دلوقتي بديكم مقدمة، انا لسه مش بشرح عشان بس محدش يبقى فاكر ان الموضوع صعب. المهم انا بس عايز افهمك ان كل خط من فوق لازم يكون لي اسقاط تحت بالشكل ده كده. النقطة الخط اللي فوق ده كده شايف كل ده؟ كل ده لإسقاط تحت كده بالمنظر ده، تمام؟ حلو جدا. طب هنا لازم ألاقي إن المنسوب ده في نفس منسوب ده، إن منسوب ده في نفس منسوب ده، حلو؟ حلو. طب والفتحة دي؟ هي معنى عشان كده رسمتها هنا داش، عشان أنا مش هشوفها من هنا، ما دي جاية من الواجهة ودي جاية من الجنب، فهي ظاهرة في الجنب مش ظاهرة في الواجهة، عشان كده لازم أرسمها هنا وأرسمها هنا، بس أرسمها هنا داش، يعني خط منقط كده. وارسمها هنا كمان داش، خط منقط كده، تمام. طيب وبعدين الفتحه دي موجوده هنا بس هنا مش هشوفها، يبقى لازم ارسمها داش، بس لازم الاثنين يكونوا في منسوب واحد، يعني لازم الخط ده في منسوب الخط ده، لازم منسوب الخط ده يبقى في منسوب الخط ده، لازم منسوب الخط ده يبقى في منسوب الخط ده. خدت بالك كده من الفكره؟ هي دي النقطه. طيب ولو انا حاجه هنا عايز اجيبها، باخد هنا زاويه 45 كده وبروح بنزل بالخط ده كده بخط راسي كده، وبعد كده بروح جايب دي كده، بروح جايب دي. طيب لو انا كملت زاوية 45 دي كده ورحت نازل بدي كده لتحت، معلش بس انا برسم يدوي كده، بص هنلاحظ ان الاثنين ايه، بيجوا جنب بعض بالظبط. نفس الكلام النقطة دي لو جبتها كده هتلاقيها ماشية مع دي كده، لو جبت دي كده هتلاقيها جاية مع دي كده، بس هي دي الفكرة بتاعت الرسم الهندسي. طيب النقطة دي ما دي هي اللي جاية مع اللي فوق دي، ما دي هي اللي جاية مع اللي فوق دي،
بس وهنبدأ بقى نشرح الكلام ده واحدة واحدة في الكورس. طيب ادي مثلا رسمة تانية، وهنبدأ نبص لها من الأمام، هنبص لها من الإليفيشن. ادي الإليفيشن أهو، شوف أنت شايف إيه. خلي بالك إن هنا في حاجة اسمها مستوى، هنفهم بقى معنى إيه كلمة مستوى دي مع بعض كويس جدا. خلي بالك ده مستوى، شايف ده مستوى يعني إيه؟ يعني مفيش خط فاصل، يبقى هنا ده مستوى واحد مفهوش خط فاصل، تمام، سطح. هنا ده مستوى تاني، يبقى ده المستوى ده متغضب عن المستوى ده، في واحد بارز واحد غاطس، واحد مرتفع واحد منخفض، واحد داخل واحد خارج، صح؟ طيب واحد تخين واحد رفيع، هي بتمشي كده، يبقى ده مستوى وده مستوى، عشان كده من هنا فصلنا رسمنا هنا خط، يبقى ده مستوى وده مستوى تاني. طيب لما نيجي نبص هنا من الامام هنلاحظ ان ده مستوى، عشان كده رسمته لوحدي. بعد كده في الجنب هنا في مستوى، وفي واحد زاويه من ورا، يبقى ده مستوى وده مستوى، وده في الامام اهو. طيب انا كل ده بشرح بس يعني ايه رسم هندسي، انا مش بشرح لك الرسم عشان بس الناس تبقى فاهمه. الجزء اللي موجود دوت اللي فوق اه، ما هو موجود الشكل حرف تي دوت، الحته المايله دي هتظهر هنا بالشكل ده، الحته اللي عامله على شكل حرف يو دي اه اهي على شكل حرف يو هنا اهي. سلام الراجل ده بيفهم. آه وهكذا، امسك الكتله دي وابدا اشوف لها الاليفيشن واشوف لها البلان واشوف لها السايد فيو، اجيب الكتله دي واشوف لها الاليفيشن والبلان والسايد فيو، اشوف الكتله دي واروح راسم لها الاليفيشن واروح راسم لها البلان واروح راسم لها السايد فيو. بعد شويه هقول لك لا انا هديك الثلاث مساقط وانت ارسم لي الايزومتريك، بعد شويه هقول لك لا ده انا هديك مساقطين بس وانت ارسم لي الثالث وارسم لي الايزومتريك، بعد شويه هقول لك لا ده انا هديك الاثنين بس وارسم لي بقى الثالث والايزومتريك وسكشن يعني قطاع. هنفهم يعني ايه دلوقتي قطاع. بص هنا كده اه الرسمه دي جميله قوي عجباني قوي، ليه؟ لان هو هنا بيفهمك ان في حاجه اسمها مستوى. بص من A B C مستوى، مستوى بس مايل على الكتلة على المجسم، عشان كده نلاحظ ان المستوى ده والمستوى ده والمستوى ده في مستوى واحد، او الفيس ده والفيس ده والفيس ده في مستوى واحد، يعني الوجه ده والوجه ده والوجه ده في مستوى واحد. الكلام ده كلام رائع 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 رائع، الرسمة دي جميلة جدا بتعلم الناس كلام كتير. هنبص لها من الفرونت او من الاليفيشن ونشوف احنا شايفين ايه، هنبص لها من السايد فيو ونشوف احنا شايفين ايه، شوف هنبص لها من التوب ونشوف احنا شايفين ايه وهكذا. طيب في حاجه عندنا اسمها قطاع. يعني ايه قطاع؟ يعني امسك الايزومتريك واقطعه واقول لك انت شايف ايه بقى بعد ما قطعت. اه شايف بطيخ، طيب البطيخه دي بقى عامله ازاي من جوه؟ بص كده دي الكتله، هيجيب لك ده شكل الايزومتريك، ادي الاوبجكت، هقول لك اقطعه كاتنج. طب وبعد ما تقطعه قول لي بقى السكشن اللي انت شايفه هنا قطعت فين؟ الحته اللي انت قطعتها بالشنيور هشرها لي، والحته اللي انت ما تعبتش فيها لقيتها مقطوعه لوحديها سيبها فاضيه. هو ده، عشان كده دي فاضيه ودي متهشره، يبقى اللي انا هشرته دي الحته اللي انا قطعت فيها، والحته الفاضيه دي انا ما تعبتش فيها وانا بقطع عشان كده مش بهشرها، يبقى ده التهشير، ده معنى كلمه قطاع. بص كده انا مهندس معماري عايز اعمل برج، عايز اعمل فندق، عايز اعمل اي حاجه، بروح رايح واخد قطاع راسي واوضح عليه الفرق المناسيب بتاعت الادوار، عدد الادوار اللي موجوده 10 ادوار، السلم هنا موجود فين؟ هنا في حيطه، هنا في باب، هنا في شباك، هنا في كاميرا، انا قطعت في كاميرا، قطعت في حيطه، قطعت في ارض، قطعت في بلاطه خرسانه، السلم هنا ده طاير، طب انا شايفه اليفيشن ولا انا قاطع فيه؟ كل ده هنفهمه في الشغل المعماري. ده قطاع، انا مسكت الجزء ده كده وقطعته. ليه قطعته؟ عشان ابقى شايفه من جوه عامل ازاي، انا عايز افهم القطعه الميكانيكيه دي من جوه شكلها عامل ازاي. هتقول لي طب وانا ايه لازمه الماده دي بالنسبه لي، انا ادرسها ليه؟ الماده دي بتخليك مهندس. يعني ايه كلمه مهندس يا باش مهندس؟ المهندس هو اللي بيشوف الحاجه قبل ما تتعمل، المهندس هو اللي بيصمم يعني بيخلق، يعني بيشوف الحاجه قبل ما تتنفذ، عشان كده انت لازم تكون متخيلها. طيب انا دلوقتي في حاجه في خيالي عايز اوصلها للي قدامي، اوصلها له ازاي؟ ما انا لازم ارسمها، ما هو مش انا اللي بنفذها، هو اللي بينفذ. طب هينفذ ايه؟ هينفذ اللي في خيالي. طب ازاي ينفذ اللي في خيالي؟ يبقى لازم اعمل له رسم هندسي ينفذ على اساسه. يبقى ايه هو الرسم الهندسي؟ الرسم الهندسي هو ان انا بوضح حاجه في خيالي علشان تتنفذ في ارض الواقع. فانا جيت اديت له رسمه ما فهمهاش، قال لي طب من جوه عامله ازاي، فاروح جايب فيها قطع اقطعها، اقطع قطع راسي في اتجاه ايه، في اتجاه بي، في اتجاه سي، هقطع في اي اتجاه يعني موازي المحور اكس واي، محور واي زد، هنشوف كل الكلام ده هنفهمه مع بعض بعد كده.
طيب يبقى ده قطاع اللي انا قطعت فيه بهشره، الحته دي بس اللي انا بعمل لها تهشيل، ودي فاضيه ما بهشرهاش، دي برسمها كده بروح مهشرها. حلو جدا، شايف ده قطاع اللي انا هشرت فيه، ده اللي انا تعبت وانا بقطعه، لكن الفاضي ده اللي هو كان فراغ كان فويد، يبقى ده سوليد وده فويد، ده سوليد وده فويد، ده سوليد وده فويد، وهكذا. بص ادي دي كتله قطعتها وبعد كده اظهرتها، يبقى انا عندي حاجه اسمها ايزومتريك، بعد كده عندي الثلاث مساقط، وبعد كده عندي السكشن. بعد ما اعمل سكشن، عملت سكشن بقى في اتجاه ايه؟ اي اي سكشن، اي اي سكشن، اي اي سكشن، بي بي سكشن، اي سكشن بقى موجود، كل سكشن انا هعمله ههشر في المكان اللي انا قطعت فيه. فانا هنا قطعت فين؟ قطعت في الحته اللي فوق دي اهو، في الحته دي والحته دي، ودي لقيتها فراغ عشان كده ما هشرتهاش هنا، الحته اللي تحت دي هشرتها، بعد كده هنا كان في فراغ، يبقى ده فراغ فويد وده اتهشر، وهكذا. كل ده هنفهمه بالتفصيل بعد كده، تمام؟ ده دي رسمه تانية. انا بقى بعد كده هجيب لك رسمه بلان واليفيشن، واقول لك انت بقى هات لي الايزومتريك وهات لي السايد فيو، تمام؟ بص ادي شكل كتله قطعتها، بعد ما قطعتها كان في حته فاضيه من جوه فراغ، هنحط فيها مسمار مثلا، ده فراغ الوظه نحط فيه جواه مسمار، طب المسمار دوت ما حته فاضيه، عشان كده في الحته دي نرسمها فاضيه. وهنا ببدا اهشر بالشكل ده كده. ايه الارقام اللي هو حاططها دي؟ دي ارقام كل نقطه، عشان كده بفهمك ان الرسم الهندسي عباره عن مجموعه نقاط. طب ايه الحروف؟ الحروف دي حروف المستويات، يبقى ايه ده؟ مستوى، تمام؟ طيب سي ده مستوى، بي ده مستوى، يبقى هو عنده مستوى ايه؟ مستوى بي ومستوى سي اللي هو الفراغ اللي كان موجود جوه ده، تمام؟ بعد كده التهشير اللي موجود اللي انا قطعته، تمام؟ كويس جدا جدا جدا. والارقام قلنا ارقام عدد النقاط اللي موجوده في الشكل. هتعمل تورش، هتعمل كشاف، فهتبدا تعمل قطع فيه. انا عايز اعرف بقى ده الكشاف ده شغال ازاي من جوه، فين المفتاح، فين لوحه الكهرباء، فين البورده، فين مش عارف مين 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 مين، ابدا اعمل قطع فيه وابدا اظهره. هو ده معنى كلمه مهندس، شايف المنظر؟ ومش اي مهندس، ما مش اي حد يبقى في كليه هندسه، مش اي واحد يطلع مهندس. انت في الاخر خالص عايز تبقى فرحان، الناس تقول لك يا باشمهندس والدنيا تبقى تمام كده، لا، لازم تبقى فاهم ان دماغك وعقليتك تختلف عن عقليات وعقول البني ادمين اللي بشكل عام في الارض. انت بني ادم بتشوف الحاجه قبل ما تتعمل، بتشوف الحاجه قبل ما تحصل، هو ده الفرق بينك وبين اي حد تاني موجود، فلازم ده تبقى فاهمه كويس جدا. شايف دي قطعه مكن انت قطعتها، انت خلقتها، فعمال تبص عليها بقى بعد القطع بقت عامله ازاي، وتبدا توضح الحته دي مقطوعه، الحته دي متعشره، الحته دي مش متعشره، وهكذا. شايف المنظر؟ انا قطعت الكتله دي، ها بقت عامله ازاي بعد ما قطعتها، وهكذا. قطعتها كده، قطعت كذا. لو خدنا قطاع في الارض هتعمل ايه؟ طيب قطاع بركاني وقطع في طبقات الارض، لو انت مهندس مدني عشان نعمل جسات لقطعه الارض من تحت عايزين نعرفها هي عامله ازاي، لو انت مهندس معماري عايز ابين القطاع بتاع حمام السباحه مع الفيلا مع دخول، يعني عايز اوضح الفيلا من جوه عامله ازاي في قطاع راسي، ما انا باخد وجهات من بره، الواجهه خارجيه، لكن انا عايز اعمل واجهه داخليه، يبقى لازم اعمل قطاع راسي يا معماري يا انشائي في طبقات الارض يا باشمهندس انشائي، يا باشمهندس انشائي عايز اعرف فين مكان الكمرات، وقطع ازاي مع الابواب، ومناسيب السلم عامل ازاي، انا دلوقتي طالع على سلم، فالسلم دوت عايز اعرف وانا طالع في كاميرا هتعرضني وانا طالع السلم فاعرف اطلع، ولا الكاميرا هتخبط في دماغي وانا طالع، فلازم اعمل قطاع راسي عشان اعرف اطلع اعدي. ما ينفعش مهندس ما يعملش سيكشن، ما يبقاش مهندس. ما ينفعش مهندس ما يرسمش رسم هندسي، ما يبقاش مهندس. يا باشمهندسين لو سمحتوا عايزين نتقن حاجه اسمها رسم هندسي. بشكر حضراتكم جزاكم الله خيرا، واي حد عنده اي رسمه يبعتها لي عشان نتعلمها مع بعض. بشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.